السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. طلبة الثانوية العامة مع منهج علم النفس ودرس اليوم بعنوان التفكير وأنواعه. تعال نتعرف الأول على معنى التفكير. هو مجموعة العمليات العقلية التي ينظم بها الإنسان خبراته بطريقة تساعده على حل المشكلات. التفكير مظهر من مظاهر الذكاء وإن كان يختلف عنه. التفكير يمكن تدريبه، لذا من أهداف التدريب التربية تدريب المتعلم على التفكير العلمي. والتفكير يساعد أيضا المتعلم على إكساب عادات صحيحة. الفرق بين التفكير والتذكر. التذكر هو عملية استرجاع للمعلومات والأحداث الماضية معتمدا على الحفظ. أما التفكير هو عملية معالجة لهذه المعلومات بما يتناسب مع الموقف الجديد. طب الفرق بين التفكير والتخيل. التخيل هو استدعاء لخبرات سابقة أو تركيب لعناصر الخبرات السابقة في صورة جديدة. أما التفكير فهو عملية أكبر من مجرد التخيل، لأنه يستعين بالتخيل لحل مشكلة مستعملا رموز اللغة للتمكن من التفكير في الأشياء وهي غائبة. تصنيف التفكير وأشكاله. تفكير ظاهر في مقابل تفكير خفي. مثلا يعني مشاهدتك وأنت تتصرف تفكير ظاهر، كذلك حلك مسألة مكتوبة تفكير ظاهر. تفكيرك في صمت يعد تفكير خفي. تفكيرك علمي في مقابل تفكير خرافي. التفكير العلمي هو التفكير المرتب القائم على معلومات مؤكدة. أما التفكير الخرافي هو الناتج عن الجهل، كتفاؤلك بارتداء قميص معين عند الذهاب إلى الامتحان. تفكير واقعي في مقابل تفكير خيالي. التفكير الواقعي هو المستمد من الواقع الذي يساعد الفرد على تحقيق ذاته وإثبات وجوده. التفكير الخيالي هو مرتبط بالهروب من الواقع واللجوء للحيل التعويضية اللاشعورية للهروب من الشعور بالإحباط والفشل كالاستغراق في أحلام اليقظة. مع ذلك المبدعون والمبتكرون قد يلجؤون إلى خيالهم للحصول على الجديد المبتكر والعودة به إلى الواقع مجددين ومطورين. تفكير تقاربي في مقابل تفكير تباعدي. التفكير التقاربي هو ده اللي بيعتمد في حله للمشكلات العادية على خبراته السابقة للحكم على ما أنتجه بالصواب أو الخطأ، وده كمان بيسمى أيضا تفكير مغلق للنهاية. أما التفكير التباعدي هو تفكير لحل مشكلة جديدة لا يوجد لها حل سابق لديك، فأنت بتحاول الوصول إلى أفكار جديدة ولا يمكن الحكم عليها من خلال نموذج إجابة محدد. تفكير منطقي في مقابل تفكير لا منطقي. التفكير المنطقي هو القائم على المقدمات والنتائج والشواهد والبراهين والاستدلال على أساس من القواعد والنظريات، وعكس ذلك غير منطقي. زي مثلا أنت بتيجي تحل مسألة رياضة، فبتبدأ تفكر وتجيب المطلوب وتجيب البراهين وتبدأ تحل في مسألتك عشان توصل للحل الصحيح، وطبعا بيعتمد على حفظ القواعد والنظريات. ملخص الدرس، النهارده اتكلمنا عن التفكير ومجموعة العمليات العقلية التي ينظم بها الإنسان خبراته بطريقة تساعده على حل المشكلات. اتكلمنا عن الفرق بين التفكير والتذكر، وصنفنا التفكير وأشكاله. قلنا في تفكير ظاهر في مقابل تفكير خفي، تفكير علمي في مقابل تفكير خرافي، تفكير واقعي في مقابل تفكير خيالي، تفكير تقاربي في مقابل تفكير تباعدي، تفكير منطقي في مقابل تفكير لا منطقي. أسئلة الدرس: 1. عرف التفكير. 2. أذكر الفرق بين التفكير والتذكر. 3. تصنيفات التفكير وأشكالها تكلم عنها. وبكده يكون وصلنا لنهاية درسنا، على أن نلتقي مع درس جديد مع نفس المتعلم ببساطة.